السلام عليكم. الجزء الثاني من السيارات المستعملة اللي أسعارها معقولة وبالتقسيط المباشر وبدون مصاريف بنكية وبدون تأمين إجباري وأول قسط بعد 90 يوم وعليها ضمان 90 يوم للموتور والفتيس. ده الجزء الثاني. تعالوا نشوف العربيات اللي موجودة معانا في الجزء الثاني من داخل معرض محمد فهمي اللي بيقسط تقسيط مباشر بأسعار كويسة. يلا بينا. جي زد اس، العربية دي موديل 2022. بصوا بقى يا جماعة، العربية دي الوكيل بتاعها بصراحة عارف يسوقها كويس. عربية برضو كومباكت اس يو في لطيفة، ما فيهاش لعبكة كتير، عربية مصاريفها سهلة، قطع غيارها مش رخيصة ومش غالية، لكنها بصراحة عربية تعتبر عربية عائلية بصراحة، وعاملة مبيعات كويسة جدا في السوق، والوكيل بصراحة بتاعها بيدعمها بشكل كبير. عربية اهي من جوه، نظيفة جدا بصراحة. العربية دي ماشية 10,000 كيلو. العربية دي ماشية 10,000 كيلو. باينة قدامكم اهي العربية، نظيفة جدا. ام جي زد اس 2022، 10,000 كيلو متر، المقدم بتاعها 290,000 جنيه. شيفورليه ابيو 2016. بصوا، هي العربية مستهلكة لكن لازالت تحتفظ بان هي فابريكا بره وجوه زي ما باين قدامكم، يعني للناس بقى اللي هي بتحب، انا محتاج العربية تكون فابريكا ومكسدابات فابريكا والكلام ده، اهي عربية فابريكا بره وجوه ماشية 104,000 كيلو متر. عربية اوتوماتيك طبعا، عربية من جوه مش مستهلكة قوي. اهو صالونها كويس، افيو 2016، 104,000 كيلو متر، مقدم بتاعها 84,000 جنيه. شيفورليه اوبترا 2019، اعلى فئة كاملة فتحة سقف. عربية برضو طبعا فابريكا بره وجوه. العربية دي ماشية 102,000 كيلو متر، 102,000 كيلو متر، حالتها كويسة بصراحة. صالونها نظيف، باين طبعا 2019 و102، نيو اوبترا 2019، 102,000 كيلو متر، مقدم بتاعها 120,000 جنيه.
بي واي دي اف 3 موديل 2018. صورنا شويه عربيات كويسين والله. برضو حاله العربيه دي كويسه مش وحشه، بس برضو ايه، بصوا اول ما الموديل يبعد يعني لازم تتوقع ان في شويه حكات بسيطه في العربيه، لكن برضو العربيه في الاخر فابريكا بره وجوه اهي. موديل 2018 العربية دي يا جماعة ماشية 119 ألف كيلو متر. العربية دي اهي 119 ألف كيلو متر مانيوال بي واي دي اف 3. والله حالة الصالون حلوة مش وحشة. بصوا الاكسجون برضو في حكة هنا اهي. بي واي دي اف 3 2018 119 الف كيلو متر، المقدم بتاعها 86 الف جنيه. شيفورليه كابتيفا موديل 2021. العربية دي ماشية 38 ألف كيلو متر. بصوا اختلفنا أو اتفقنا على العربية دي، هي في النهاية عربية عملية على قد سعرها، عشان بس نبقى متفقين يعني. عربية برضو من الفئة المتوسطة، مش كل الناس يعني بتحب الكابتيفا، بس يعني في النهاية على قد سعرها هتاخد يعني اللي انت هتدفعه فيها، هتاخد كماليات وهتاخد اوبشنز على قد الثمن اللي انت هتدفعه. العربية دي كاملة فتحة سقف أعلى فئة، كراسي كهربا، كابتيفا موديل 2021 ماشية 38 ألف كيلو. العربية دي بقى يا جماعة شيري أريزو 5، برضو واحدة من العربيات اللي عملت نجاح في السوق المصري. عربية تعتبر عائلية وفي نفس الوقت شبابية، حلو اللون الأحمر ده بصراحة عجبني. العربية دي موديل 2022 العربية دي ماشية 13 ألف كيلو، باين طبعا زي ما انتم شايفين يعني. عم بص على الصالون من جوه، العربية دي اعلى فئة فتحة سقف اوتوماتيك وشاشة وطارة مالتي، صالون جلد، نظيفة بصراحة، عربية نظيفة. ش
شيري اريزو 5 موديل 2022 ماشية 13000 كيلو المقدم 155000 جنيه. HS العربية دي موديل 2021 وماشية 21000 كيلو. طبعا يعني ام جي عربية بصراحة في السوق عاملة مبيعات كتير قوي كبيرة، عاملة مبيعات كبيرة في السوق المصري. والاتش اس دي اصلا شغالة كويس قوي، هي والزد اس بصراحة. العربية دي طبعا اعلى فئة، كل الكماليات، بانوراما، بصمة، كراسي كهرباء، ترى مالتي فانكشن، ستارت انجن، وشاشة، وصالون جلد، كل حاجة. العربية فيها كل حاجة، صالونها نظيف قوي بصراحة. يعني ما تقولش ان العربية دي مستعملة. الام جي الاتش اس 2021 ماشية 21000 كيلو متر. هيونداي توسان موديل 2019 فابريكا طبعا بره وجوه. التوسان دي الشكل طبعا القبل الاخير عامله يعني بصراحه شغل عالي بصراحه، يعني مبيعاتها عاليه جدا في السوق، تعتبر عربيه اس يو في كوري. وطبعا انتوا عارفين ان التوسان اصلا ما بتتصنعش في كوريا، فتعتبر التوسان عربية أوروبي. العربية دي موديل 2019 العربية ماشية 94000 كيلو، هاي لاين، بصمة، فتحة سقف بانوراما، كراسي كهرباء، شاشة ومالتي فانكشن، طورة مالتي فانكشن، صالون جل، ومفتاح ستارت انجن، حالة العربية حلوة. طبعا اللون الأحمر ده لون مميز. التوسان ال 2019 هيونداي الانترا اي دي 2019 اهي العربية اهي قدامكم اهي. عربية عملية جدا الالنترا عامة بكل الاجيال بتاعتها. العربية دي كاملة فتحة سقف اهو، ماشية 44000 كيلو. عربية عملية، استهلاك الوقود بتاعها كويس، قطع غيارها لطيفة، وطبعا اعادة البيع الكوري طبعا يعني مش محتاج كلام. يعني نبص كده على الصالون، العربية طارة مالتي وشاشة واوتوماتيك طبعا، الصالون مش جلد، وكراسي مانيوال،
فتحة سقف. هيونداي الانترا 2019 44,000 كيلومتر. هيونداي الانترا سي ان 7 موديل 2021. هي عربية تحسها من كوكب آخر، تحسها سفينة فضاء كده في نفسها. العربية اللي معانا دي طبعا هي كاملة فتحة سقف. طبعا ده آخر شكل للإلنترا، عربية تحسها كده يعني شبابية، لكن العربية بصراحة تمشي شبابي وتمشي عائلي، لأن هي عربية كبيرة، عربية كبيرة وكمالياتها حلوة قوي. طارة مالتي فانكشن، الطارة دي هتلاقيها زي الطارة بتاعت التوسان الجديدة تقريبا نفس الشكل، وفيها شاشة برضو واخدة الكيرف اللي هي قافلة على السواق اكتر. الصالون مش جلد وكراسي مانيوال. الحالة بتاعت العربية كويسة. السي ان 7 2021 ماشي 86,000 كيلو، والعربية دي المقدم بتاعها 224,000 جنيه. دي بقى العربية الشقية السوزوكي اسبريسو مع شوكة الجماهير الجديدة. العربية دي موديل 2022، عربية صغننة، استهلاك بنزين مفيش، يعني عربية كتكوتة كده في نفسها، تتركب في اي حتة تحطها في جيبك، عربية لطيفة يعني. وللناس يعني اللي هي مش عايزة تركب عربية صيني وعايزة تركب عربية تكون كويسة، انا شايفها اختيار مناسب، بالذات للناس اللي هي مشاويرها بسيطة. العربية دي مانيوال خلاص، العربية لسه بكياسها ماشية 6000 كيلو، ماشية 6000 كيلو. اللون الأزرق اللطيف ده. العربية دي سوزوكي اسبريسو 2022 6000 كيلو، مقدم 90,000 جنيه. سوزوكي اسبريسو تاني بس لون احمر 2022، عشان بس اللي مش عاجبه اللون الازرق ادي اللون الاحمر. العربية دي ماشية 10,000 كيلو، التانية كانت 6,000 كيلو، انما دي 10,000 كيلو متر. نبص برضو عليها من جوه، العربية برضو مانيوال، مانيوال والكراسي ستوفة، حالتها حلوة جدا. 10,000 كيلو يعني جديدة جديدة. السوزوكي اسبريسو 2022 10,000 كيلو متر بمقدم 88,000 جنيه. دي بقى الكتكوتة التانية، الكيا بيكانتو. بصوا حالة العربية، انا هفاجئكم دي موديل كام. بصوا حالة العربية عاملة ازاي، لونها حلو قوي على فكرة. العربية الكيا بيكانتو دي موديل 2015 فابريكا بالكامل، موديل 2015 وفابريكا بالكامل.
عربيه بقى دي يعني ايه، شبابيه صغنطوطه كده للجامعه للبيت، الاولاد يروحوا التمرين يروحوا المدرسه يروحوا الدروس، بنوته مثلا تروح الجامعه، شاب صغير يروح الجامعه كده يعني، هي عربيه للاستخدامات دي يعني، واخدين بالكم. طبعا العربيه دي اوتوماتيك، صالون اصطفه، حاله العربيه حلوه 2015 وبصراحه حالتها حلوه. العربيه ماشيه 63000 كيلو يعني، فعشان كده حاله العربيه حلوه، الكيلومتر بتاعه قليل. البيكانتو 2015 63000 كيلومتر، فابريكا بالكامل. ام جي اتش اس موديل 2021، عربيه حالتها نظيفه قوي، الصالون بتاعها بقى ايه هوريه لكم دلوقتي حكايه. عربيه عائليه وتمشي شبابيه برضو ما يضرش يعني. العربية دي ماشية 72000 كيلو، كاملة فتحة سقف بانوراما، مش فتحة سقف عادية، فتحة سقف بانوراما. بصوا بقى الصالون، كهرباء، جلد، كراسي تحسها كراسي بورشة مش كراسي ام جي دي. كاملة طبعا طارة مالتي، شاشة اوتوماتيك، كل الكماليات. حالتها نظيفة بصراحة، بصمة كمان. الام جي الاتش اس ال 2021 72 كيلومتر. تويوتا بلتا 2022، العربية بقى دي تسيبك من ان لونها حلو جدا زي ما هو باين لحضراتكم كده، انما العربية دي كمان زيرو. بصوا بكياسها، العربية دي ماشية كام كيلو؟ خمن معايا كده، خمن، ها اكتب كده في الكومنتات، ها ماشيه كام كيلو؟ بصمه، اوتوماتيك، طاره مالتي فانكشن، حالتها زيرو زيرو. العربيه دي ماشيه 260 كيلو متر فقط، مش 260000 كيلو متر، لا 260 كيلو متر فقط. تويوتا بلتا 2022 260 كيلو متر فقط. بيجو 508 النظيفة الحلوة دي الجميلة دي، موديل 2014، موديل 2014 زي ما باين قدامكم كده يعني، عربية فابريكا بالكامل، فابريكا بالكامل، عربية عائلية كبيرة، موتورها محترم وصيانتها برضو لطيفة مش غالية قوي. العربية دي ماشية 141000 كيلو، صالون جلد،
كاملة كل الكماليات، كراسي كهربا، فتحة سقف، طارة مالتي فانكشن، اوتوماتيك، صالونها حلوة يعني على حسب عمرها كده، بس صالونها حلو. بصوا يا جماعة العربية نظيفة قوي بصراحة. طبعا برضو يعني 2014 كده تعتبر مش ماشية كتير. بصمة وستارت انجن كاملة كل حاجة، زينون، البيجو 508 موديل 2014. العربية دي الكيلومتر بتاعها 141,000 كيلو. الجزء الثاني كمان خلص خلاص. طبعا احنا مش عايزين نطول في الفيديو كتير، عشان كده بنديلكم شوية عربيات سريعة خلاص كده. ده الجزء التاني كمان خلص من مجموعة العربيات اللي موجودة بالتقسيط المباشر اللي عند محمد فهمي، اللي اول قسط بعد 90 يوم وعليها ضمان 90 يوم للموتور والفتيس، وبدون مصاريف بنكية وبدون اي تعقيدات بنكية وبدون مصاريف ادارية، وكمان من غير تأمين اجباري. شفتوا كل الكلام ده؟ طيب اي عربية حضراتكم عايزين تسألوا عن تفاصيل اكتر ليها في الفيديو، اكتب لي العربية اللي انت عايز تسأل على التفاصيل بتاعتها في كومنت، واحنا انا او رجالة محمد فهمي هيرد عليكم على طول بالتفاصيل. وطبعا لاي استفسار تقدر تتصل على 15 208. اشوفكم دايما على خير. كان معكم شريف ياسر اون تراك من جوه محمد فهمي. سلام عليكم.